رب. طبعا موضوع العظم ده وانا مش هتكلم بقى عشان انت لسه النهارده بتقولي اي الحته دي وجعاني مش هتكلم في الموضوع ده. لا انا اي بس انت اي دي عشان وقعتي بعد الشر عنك يا روح قلبي يا رب بعد الشر عليكي. طب في الحالات بقى اللي الواحد بيحس فعلا بوجع كده ساعات يقول لك هنا كتفي ساعات بدون مبرر فعلا يا دينا الواحد احس كده وجع هنا في ركبتي الم في هنا ما بيبقاش في حاجه لا اتخبطت ولا حصل لي حاجه ولا عندي شكوى يعني صح هل ممكن فعلا ده يبقى نقص الفيتامينز بتاثر ساعات كده ويبقى ده مؤشر الواحد ياخد باله منه؟ طبعا نقص الفيتامينات والمعادن مؤشر قوي جدا للموضوع ده مع حاجات تانية كتير يعني مثلا طريقة القعدة اللي مش سليمة دي بتوجع العظم جدا يعني أنا بقول مثلا الشباب بنات ولاد بيشتغلوا فترات طويلة على كرسي ما تفضلوش قاعدين على الكرسي طول الوقت لازم يغيروا حركتهم لازم نغير الحركة ولازم نبقى قاعدين مستقيمين عشان لما نكبر ما يحصلش انحناء في العمود الفقري مثلا قلة الحركة تماما قلة الرياضة دي برضو بتوجع العظم جدا الإكثار الشديد في المشروبات الغازية بتضرط أصلا الكالسيوم من العظم يا نهار أبيض طبعا الإكثار الشديد في التدخين التدخين بيضيق لي الأوعية الدموية الأوعية الدموية ماشي في الدم حامل فيتامين د وحامل كالسيوم عايز الكالسيوم يخش عايز يدخل فطول ما انا بدخن طول ما انا بتفضل الاوعيه الدمويه عندي ضيقه فالكالسيوم مش هيعدي ويخش العظم اصلا yeah. طبعا ما يوصلش فكل الحاجات دي لازم ناخد بالنا منها والاكثار الشديد في السكريات يبقى التدخين الاكثار في السكريات عدم الرياضه الاوعاد بشكل الأوعاد فترات طويله مثلا على اللابتوب على الكمبيوتر على الموتيفر واهم معدن للعظم كالسيوم واهم فيتامين للعظم اثنين فيتامين سي وفيتامين د طبعا برشح جدا الب مالتي فيت اللي شايفين صورته على الشاشه ليه برشحه لان الب مالتي فيت داعم قوي لتكوين خلايا العظام لانه بيحتوي على كالسيوم بنسبه 70 ملي جرام وبيحتوي على فيتامين سي بنسبه 500 ملي جرام بس حد يقول لي طب وايه اللي دخل فيتامين سي في العظم احنا عارفين فيتامين سي مناعه وترطيب بشره وانتي ايجنج وحاجات كده فيتامين سي مهم جدا لتعزيز الكولاجين الكولاجين مهم جدا للغضاريف بتاعتي والعظم عشان كده بيقول لك ايه كلي كوارع كتير الكوارع بترم العظم صحيح لانها الكوارع كلها كولاجين الكولاجين بعد سن بيقول لك كمان في ناس بتاكله بشرتها بتتحسن طبعا الكولاجين يعني وانس انا اكلت وجبه الكوارع للاسف ما بحبش الكوارع ولا انا بس انا ليه بقول لك كده لان انا عندي صديقه يعني كانت تاكل الكوارع وتقول لي بشرتي بقت حاجه تانية خالص طبعا الكوارع ابص لها كده اقول لها تمام زي الفل الكوارع رائعه بس انا ما بحبش الكوارع اطلاقا فبعوضه بفيتامين سي عشان فيتامين سي هيعلي لي الكوارع يعني كولاجين ايوه فاهمه ففيتامين سي هيعلي لي الكولاجين هيحسن لي من مظهر بشرتي جدا وهيحسن من الغضاريف عندي هايل طبعا في بقى لو انا ما عنديش امراض توصلني لوجع العظم يعني يبقى هشاشه العظم لازم الجا للدكتور على طول ده بيؤدي لوجع العظم ارتفاع نسبه اليوريك اسيد في البول بتاثر مرض النقرس ده بيخش يعمل التهاب في المفاصل الامراض المناعيه الروماتويد الروماتويد ده بيوجع العظم ده مرض مناعي ملوش علاقه بقى وقتها بالكالسيوم دي خلل في جهازنا المناعي خلايا المناعيه بتخش تهاجم نفسنا بقى تهاجم عظمنا فاهم حاجه اعرف انا العظمي وجعني اهم حاجه ما عندي خاليه من الامراض اللي قلت عليها مسببات ايه اهم مسببات يبقى وقتها لازم اقول كالسيوم وفيتامين د وفيتامين سي